نعزان خلينا نروح مع أمك لأنه ما في حدا بالبيت ومنشان ما تضل وحدها. أمي إيدك لبوسة. بورا بورا أنت منيح؟ بورا أمي ليش هيك عملتي؟ شو صاير لك؟ لا أنا أمك ولا أنت بنتي. ما عندي بنت اسمها نعزان؟ بورا تركيني يا حبيبي. أنا آسف، أنا بعتذر بالنيابة عنك. ما شفتيها شو عملت؟ بعرف بعرف بس بورا بورا رجاءا لحظة. نعزان تخلي عني هلأ. بورا أنا بعتذر منها. أنا تصرفت معها بأدب وحاولت أني بوس إيدها وشوفي هي شو عملت فيني. بورا بترجع منشان الله تخلي عني. بورا شش عم قلك خلاص تخلي عني. حسب التحقيقات اللي صارت اتبين أنه ما لكم دخل بهالحادثة أو صار فيكم تغادروا. وصلن لبرا. تأمر سيدي تفضلوا. وبالنسبة لألكن قررت التوسع بالتحقيق معكن وقرار توقيفكن رح يستمر. مشان هيك توقيفكن رح يتمدد عنا وحسبوا حسابكن انه يمكن تطولوا كتير. خدوهن. تفضل مرسيدي. بعدين بكفي خالي لا تعقد الوضع. كيف ما كان الحقيقة رح تبين واللي كان ورا هالقصة هاي حسابه رح يكون على ايدي. ياسمين هلأ نايمة بس تفيق بإلا انك اتصلتي فيها. يلا تصبحي على خير. شكرا بنتي. تفضلي يا خانو. هي أزرة اشتغلتوا مع بعض من قبل. ياسمين شفتي كيف انفضحنا؟ فضحنا قدام كل العالم ما ضل حدا وما سمع. هلأ كيف بدنا نتطلع بوش الناس لك بنتي؟ بس يكبر ابنك كيف بده يطلع قدام العالم؟ خربتينا بيتنا. أمي نبهتك من قبل بس انتي بعتينا وقضيتي علينا كمان. تعلمي كيف تسكري تمك يا فداء. يا تحكي حكي طالع نازل يا بتسكتي يا بتنقلعي من وشي. خلاص خالي فداء خلاص. يلا تعالي يلا. انت عطيتني واحد يفوز على اساس توقفوا لأبوك. ابوك غدر فينا. احمد مورا ورا هالشغلة وبكرة بتنكشف الحقيقة. أخي يافوز دخيلك ساعدهم الله يخليك. لا تقلق مصطفى لازم تدير بالك على أمك وعلى بيتك. لبين ما يجي أخوك أنت رجال البيت. أصحك تنسى هالشي. يلا مصطفى روح خليك مع أمك. تشك لا تقلقي انا رح حل كل شيء. ها
طلعت نازان متزوجة هداك الندل. لشركة بالدار القابضة ما زالت تداعيات الحادثة مستمرة. ومن جانب آخر وفي نفس السياق، ابلغنا بتوقيف السيد بالدار والهيئة الإدارية وبعض من أفراد عائلته. ومن الأخبار الجديدة أيضا، السيد صواش بالدار لا زال قيد التوقيف بينما تم إخلاء سبيل الهيئة الإدارية وعدد أي خلصنا بقى عائلته. نازان طفيها التلفزيون، أعصابي تعبت. ليش متوتر كل هالقد؟ أهلي بيقدروا يحلوها. يروحوا يعملوا شو ما بدون، بس هن يتركوني بحالي. أنا بحياتي كلها ما انحطيت بهيك موقف. عجبتك البهدلة اللي تبهدلتها؟ حبيبي وأنا كمان خجلت. ما رح سامحها لأمي لأنه تصرفت معك بهالطريقة. شو استفادت؟ هي الخسرانة. رح جيب لك كاسة شاي طيبة، بتكون اختمرت. لك شاي شو؟ خلص شيلهم من راسك، مانك بحاجة حدا منهم. اصلا انا بعد اليوم لازم شيل كل هالبشر من راسي. امبارح اجت لابوك مكالمة بوقت متأخر وطلع بعدها فورا. من هذاك الوقت مو مبين وتليفونه مسكر. بتعرف شي عنه؟ لا امي، بلكي راح تضيع مشان المزارع. انت لا تقلقي، بجوز يطول ليرجع. انت اهدي وخليكي قاعدة بالبيت. امي اطمني ارجوكي. يلا بحكي معك بعدين. ابني هذا انت؟ امرك يا اغا. ما تقول شي حدا اني اتصلت. انت لوحدك؟ ايه لوحدي. ليك بتشوفولي هذا ورهان اللي بيشتغل عند بالدار، خدوه على مكان آمن وخلوه هنيك لبين ما اجي. امرك يا اغا. صواش بيك تفضل معنا، نائب العام بده يشوفك. إلهام طالعي الفطور لفوق لو سمحتي. حاضر أختي.
فكرتي باللي قلت لك يا امي؟ لو سمحتي بلا ما نحكي هلا. مثل ما بدك، بس اللي وصلنا لهي المرحله هو كلمه بلا ما نحكي. طيب انتي بلا ما نحكي هلا، بس هذا الموضوع لسه ما انتهى. على ما يبدو ما رح ينتهي ابدا يا امي. ستنا الوالدة؟ ايه خير ستارة؟ السيد يفوز معي على الخط، رح أقول لك يا. تفضل سيد يفوز. صفقي خانم، بعتذر من شان مبارح، صار معي شي طارئ. أنا هلأ فاضي، تفضلي أنت وياسمين خانم، خلينا نوقع العقد. المشكلة سيد يافوز إنه اليوم مضغوطين كتير، في عنا اجتماع بعد الظهر، ومبارحة طولنا بالشغل، وياسمين لهلأ ما أجت. بكرة مشغول، اليوم بدي أطلع برات المدينة، وبيجوز غبلي كم يوم. أنا لازم زبط أمور الشغل على الآخر، بس بدون العقد ما فينا نبلش. طيب رح حاول أجل الاجتماع شوي. شكرا. صفقي خانم، ليكي هاي الحملة بدي كلف وكالتكم فيها، وكتير مهتم بهالشي، وبتصور إنكم لازم تبادلوني نفس الإحساس ونفس الاهتمام. ما تشك بهالشي أبدا يا فوز بيك، نحن كمان نهتم بشغلنا. أنا هلأ بتصرف وبأجل الاجتماع. وبعد الظهر من وقع العقد. أصبح اتفقنا، خلص خلونا نلتقي بعد الظهر. ماشي. أوف ياسمين، أوف، كان رح يطير العقد. أنا هلأ شو بدي أعمل؟ نحن مالنا علاقة بهالحادثة بنوب، بجوز الشوفيرية متفقين مع شي حدا من ورانا. سيد صواش، رجاء لا تعلمنا شغلنا. انمسك 1200 كيلو هيروين وبشاحنتكن، فيك تعطيني تفسير مقنع لهالشي؟ رح تتحاكم بجريمة تنظيم عصابي، وكون الجريمة فيها هيروين بدها ترتفع العقوبة 50%، وإذا أضفنا فوق هالشي عقوبة تنظيم عصابي. هذا الحكي بعرفه منيح، بس نحن مالنا علم بأي شي عن موضوع الشحن، وما لنا أي علاقة بهالحادثة. أنا رجل أعمال نزيه وبحب وطنه كتير، ولو عندي علم بشي أكيد كنت أجيت لعندكن وخبرتكن. نحن على الطريق جايين على اسطنبول، بس جايين بالطرق الفرعية، ما عم نقرب على الاسترادات. بكرة المساء منوصل، ما عم نمشي على الطرقات السريعة. وكمان أحمد أغا طلب من الشباب جيبولي أورهان بسرعة. ماشي، لا تخليه يشوفك وانتبه له، لا تدق لي إلا للضرورة. والله يا حبيبتي نخلص من هون وبعدين رح نطلع نشوف صديقنا وبعدين نرجع عالبيت. لا ما بتأخر. وين الحمام؟ بالجهة الثانية. ليش رحتوا على وان؟ رحنا عجنازة، عجنازة واحد قرايبنا. تعرف شخص اسمه أحمد مورا؟ طبعا بعرفه، قرايبنا. ياسمين انا مع مين عم بحكي؟ مع مين؟ افتحي ادنيكي واسمعيني، ولا تحكي بس اسمعي كلامي منيح يا بنتي. انت بالنسبه الي مثل ما عمر بالنسبه اليك، عم تفهمي شو عم بحكي معك؟
بنتي هاي الشغلات ما فيها مزح. طلع الرجال تاجر مخدرات، عم ببيع مخدرات، هدول مدمنين مخدرات كمان. طلع كل شي حاكي لك يا كذب بكذب. يعني شو بيضمن لك انه مانو مدمن وعم بيتعاطى مخدرات كمان؟ بركي اجته شي نوبه هون، بركي عمل شي مو منيح لعمر او لإلك. والله حرام يا بنتي، والله حرام، فكري بعمر. فوتي سبكي. ياسمين. لو تعرفي شو صار. بالزور مسكت حالي عن الجاي بالليل. بس يا عمري كان بالي عندك، كيفك؟ كيف بدها تكون سبكي؟ شفتي شو صار فينا؟ أنا شو قلت؟ قلت رح يجيب لنا مصايب، وهذا اللي صار. ياسمين يلا قومي اجيت آخذك. ما فيني روح على محل سيفجي. بدك تجي، لازم تجي ياسمين. بدنا نطلع فورا قبل ما نضيع الوقت. اتصل فيني السيد يافوز، هو هلأ عم يستنانا، بعدين بده يطلع برات البلد. يلا قومي قومي سيفجي. ليش ما عم تفهمي شو عم قول؟ أنا ما فيني روح، روحي أنتي. هيك ما بتزبط، لازم اثنيناتنا نوقع. ياسمين دقيقة. ياسمين سيفجي أنا ماني رايحة. طيب بس أول شي خلينا نحكي، ممكن تسمعيني؟ ياسمين الصبح كان صعب علي، بالي كان عندك. اللي صار هون كتير صعب إنك تلاقي إنسان يقدر يتحمل هالشي. ضل بالي مشغول عليك، كنت بعرف كمان إنه أمك رح تنق عليك ورح تلومك إلك. كله بكفة وأمك لحالة بكفة. زعجيتك كتير؟ ضغطت عليكي؟ أنا قلت بدي إيجي أخدك من هون ولساتني مصرة. بس قلتي لي في اجتماع؟ وأنا جاية على الطريق دق لي السيد يافوز، وأنا قلت لحالي مش الحال. هلأ بعرف إنك متضايقة، بس بالآخر كل شي فيه خير ناطرنا، وأنا قلت هالشي كمان فيه خير. شو نعمل؟ يلا قليلي، إذا بدك منضل سوا وبلا العقد، على الأقل بكون أنا جنبك. ستنا الوالدة، في أغوات جايين من وان. Thank you.
اجوا الدرك بالليل وداهموا ضيعتنا، لموا كل الاغوات واخذوهم معهم. ما ضل في ولا اغا بالضيعه، ونحن ما عرفنا كيف طلع الضوء علينا. احكي له ولك. والله يا خانهم اجوا الدرك لعنا وفتشوا كل مكان، اتهمونا انه عنا مخدرات ومدري شو. قلنا لهم نحن ما عنا شيء، نحن شغلتنا تربيه المواشي، بس ما صدقونا. اخذوا اكبر اغا والمختار وراحوا. نحن خفنا كثير وما عرفنا شو نساوي. بعد ما راحوا الدرك اجوا رجال بشير اغا، كان معهم حوالي 100 فرس. بشير اغا؟ ايه والله، بس هو ما اجا، رجاله اللي اجوا. جمعونا بالجامع وقالوا لنا اذا بتذكروا اسم بشير اغا نحن رح نخرب الضيعه. الاهالي خافوا كثير، للصبح ما ضل حدا، الكل هرب. والضيعه فطيت يا خانم. شهنور خانم، اجتنا كثير اخبار من ضيعتنا. الناس عم يرحلوا، كلهم خايفين. بشير اغا ما عنده رحمه. إذا ما لقينا حل لهالوضع العشيرة رح تختفي. أمي شو ما صار معكم، حتى لو كانت شغلة صغيرة كتير بتخبريني فورا. رح أدخل على الاجتماع بس ما رح سكر تليفوني وما رح أتأخر عليكم. يلا ياسمين يلا. لاحظتي على حالك؟ بلش الخوف يلاحقك وين ما رحتي حتى وإنتي رايحة على الشغل. خلينا نطلع. إن شاء الله ألف مبروك. سواشا تمزح معي؟ أنا ما بحب المزح. سيفكي خلينا ناخد تاكسي. ماشي مثل ما بدك. بلشت سحوبات طلبات البيع من قسم المبيعات وتجاوز العدد 120 ولسه ما صار الوقت الظهر. كيف الوضع بقسم كونديلان؟ المودعين كتير خايفين. سندات السحب المستحقة عم يبيعوها لفاكتور للجباية أو عم بيحطوها بأمر البنك للتحصيل. إذا البنوك كمان خافت منكون نحن انتهينا على الآخر. اتصلتي بالبنوك؟ إيه اتصلت بالكل، بس ما قدرت أحكي مع المدراء. عم بيخبروني انهم يا اما باجتماع او برات البنك. اي مفهوم، بدهم يقطعوا العلاقه معنا. هي وقعت، الف مبروك. ياسمين ألف مبروك. يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. بتعرف شخص اسمه أحمد مورا؟ أبو مرتي. هيك لكان. وبتعرف شو بيشتغل؟ عنده مزارع كتيرة وعنده مواشي وعايش من وراهم. متأكد إنه ما عنده شغل تاني؟ على حد علمي لا. بالفترة الأخيرة عرض عليك أو على حدا من أفراد عيلتك شي صفقة شراكة بينكم وبينه غير عادية أو فيها شي مو مزبوط؟ ما بعرف. أنت متأكد من كلامك؟ ايه متأكد. يعني انت هذا الحكي بتنكره؟ كان المفروض اني اعزمكن مشان نحتفل، بس بتعرفوا انا مضطر سافر كم يوم. اصبح لأرجع. اصبح رح نذكرك بس ترجع. هلأ كل الاعلانيات هيك؟ الاغلبية. طيب
خلينا نرجع على شغلنا. صفقي خانم، انا ما بفهم بهي الشغلات، انتو شايفين الوضع. انا عم سلمكن نفسي وشركتي بالكامل، بس بدي يكون الي علم بكل مرحلة، بحب شوف كل اللي عم يصير. طبعا نحن كتير منتشكرك يا فوز بيك، يا ريت كل الناس مثلك بتعرف حالها شو بدها. أعزائي المشاهدين، بعد الذي حدث يوم أمس عانت البورصة أزمة حادة، وقبل قليل أدلى السيد فلاديمير المدير التنفيذي لشركة فلاديمير القابضة الأجنبية شركة بالدار القابضة ببيان صحفي. حسب ما أعلنه مدير فلاديمير القابضة، قرر مراجعة شراكته مع بالدار القابضة وسحب أمواله من الاستثمار داخل تركيا. على أثر هذه التطورات هبطت أسهم شركة بالدار القابضة بشكل سريع. حادثة تهريب الهروين إلى بولونيا جعلت السيد فلاديمير تحت الأنظار. هلا انتهينا. يلا ياسمين، خلينا نتغدى أنا وياكي بشي محل. اسمعي سيفكي، أنا اللي علي عملته أجيت ووقعت، بس أكتر من هيك أنا ما فيني. أنا مالي مزاج أعمل أي شي بنوم. كل اللي حاببته أني أرجع على بيتي بسرعة وأكون مع أبني وبس. آسفة كتير يا عمري، معك حق، أنا رايحة على الوكالة وبعدين بنحكي. ماشي. فلاديمير، سمعت انك بدك تلغي اتفاقنا، شو هالحكي؟ لغيناه وخلصنا. سمعنا هالشي من التلفزيون. كيف بتعلن هالخبر للعالم قبل ما يكون لنا علم؟ طبعا كان لازم اعلنه، لانه اذا الناس ضلوا مفكرين شريك بالدار القابضة رح اتضرر كتير. انا ما بحب دخل اسم شركتي بهيك شغلات، من جهة مواد غذائية ومن جهة مخدرات. تدرت لنا ظهرك لحتى تحمي حالك وبس. انت ما بتعرف سواش؟ كيف بتشك فيه؟ ما استنيته لو يوم واحد لتتأكد؟ هاكان، هاي الشركة لأبي مو إلي، أنا اللي خليته يرضى بهالشراكة. وضعي كتير حرج. فلاديمير، ما في داعي نحكي أكتر. خاطرك. برويس شهران، سمعت بهالاسم؟ ما بعرفه. طيب انطونو لوبا؟ لا. وأورهان أطلس؟ لا. أندري مالاغوف؟ لا، ما بعرفه لا واحد منهم. لا أمي، هو ما بيتصل فيني أبدا. إن شاء الله ما يكون صاير له شي مو منيح لأبوكي. أمي بركي أخي بيعرف وين راح. سألته قال لي بجوز عم يشرف على المزارع. معناتها هذا المزبوط، أنا صار لازم سكر. طيب بنتي ماشي. نعم تشيك. أخي أنا هلأ حكيت مع أمي، قال أبي من مبارح بالليل مختفي. بعرف، وأنا حكيت معك كمان. بركي كان طالع على البلد تشيك. أنتوا ليش شغلين بالكم كتير؟ أخي أنا خايفة من هالموضوع، بركي طلع أبي ورا كل هالشغل. ما فيك شي أختي، وهالشغلات فاضية. تاني مرة لا تحكي على التليفون. في شي أخبار من سواش أو من الخال؟ لا ما في، وأنا كنت بدي أسألك إذا وصلتك شي أخبار.
ايش هالحظ؟ شو هذا يا؟ عن جد المبيعات نازلة للصفر؟ اليوم ما في حدا مشتري من منتجاتنا. ألو؟ الست ياسمين معي على الخط. حوليها. ها كان مرحبا. أنا ياسمين، بعرف إني عم بزعجكم، بس وصلكم شي أخبار من صواش؟ لا لسه. الشيء الوحيد اللي بنعرفه انه هو والسيد عبد القادر موقوفين. مين السيد عبد القادر؟ السيد عبد القادر بيكون خاله لصواش. الخال بولاط. الخال بولاط. اه ايه فهمت، بولاط السيد عبد القادر. اذا بدك دقي على بيته، هن بيفيدوكي اكثر مني. طيب شكرا لك. عأساس انت مرته، بس حتى اسم خانه لساتك ما بتعرفي. اتصلي بامه لشوف، بجوز الاخبار بتسمع عند امه. اخ يا بنتي، اخ يا بنتي، اخ يا بنتي، الله يخليكي حطي عقلك براسك، بكفي بقى بكفي. هاي هي الوثائق اللي طلبتها. شكرا. هدول وثائق الشراكة، هاي اتفاقية التأسيس، وهي الإعلانات الرسمية، وهي وثائق هديك الشاحنة. ماشي معلم. اللي بالبيت شو وضعهم أشرف؟ كيف بدهم يكونوا؟ مثل ما أنك متوقعون. فهمت عليك. إذا في شي لازم أعمله أنت بس خبرني، ماشي؟ أنا موجود معلم، أنت اطمن ولا تقلق، وهدول رح وصلهم للمحامي فورا. سهلة أخي. أهلين فيك. تفضل. أنا جيت لهون لحتى أطمن عليك. أنا منيح شكرا. محتاجة شي ماما شهنور؟ شكرا يا ابني، شكرا. اهلا وسهلا اخي يافوز. اهلين فيك مصطفى.
عم تعمل مثل ما اتفقنا؟ عم بعمله، لا تقلق أبدا. لبي ما يجي أخي أنا رجال البيت. يلا أمي الأكل جاهز، يلا قبل ما يبرد الأكل. سيفكي خانم، هذا ما عم يزبط معي. لما بدي حول الإعلان من الجريدة للفيديو ركز على الألوان ولا على المونتاج؟ إذا ركزت على المونتاج رح تطلع لنا هيك مشكلة. أنا وحياتك ما بعرف، أنا ماني مختصة بالتصوير، أنا مديرة علاقات عامة. رح أحكي مع ياسمين وبخبرك فورا. ستارة، ممكن فنجان قهوة لو سمحتي؟ على عيني. وين ماما؟ وين الماما؟ وين أمو الحبيبي عمورة؟ وين أمك حبيبتك؟ وين؟ وهي أطيب فنجان قهوة. كمان ما رديت؟ هون في عنا شغل بمليون دولار، والست ياسمين ما عم تجي على الشركة وما عم ترد على تليفون بنوب. ما بدي اترك باران هونيك، ما بدي خليه لوحده بهداك الجو. البيت صاير مثل جهنم وانا ماني معه. هلا بيكون الولد جانن. ها، خلينا نجيبه لهون منشان ينجن على الاخر. اجوا الشرطه على البيت وسجنوا خاله وسته وما بعرف مين كمان. ما صرنا متزوجين يومين، بدك تجيبيه وتقعديه مع رجال غريب؟ ومين هو؟ زوج امه. برايك طفل بعمره ممكن يستوعب كل هالشي؟ الولد رح يتعقد نفسيا. بس يا بورا، هذا ولد ما رح يحس بهالتغيير. بس هاي المرحلة كتير مهمة لتطور الولد نفسيا نظن. لا تجني، استني لحتى تهدى الأمور، بعدين أول شي مهديله شوي شوي، وبس يقتنع بالفكرة ساعتها بيجي. بس أنه هيك فجأة، لا ما بيصير. معك حق، ما فكرت بهالشي. يسلموا ايديك. شكرا. صحة وهنا. لك هذا عنده كل هالمصاري، شو كان بده بهالشغلة؟ افتح تمك لشوف. افتح 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 افتح. برافو عليك. كل هاي كمان. افتح تمك لشوف. شاهنور خانم، جبت لك الورق اللي لازم توقعيهم. برافو عليك. Yeah.